دي المادة المكتوبة في تقارير المعمل اللي بيقولوا إن هي خطيرة. حاطين لزقة لها ليه؟ أكيد علشان يبيعوها على إن هي حاجة تانية. نار السويد. تعالي تعالي. في حد هنا؟ معلش بقى يا حبيبتي، لولا ان انت وحشاني موت ما كنتش سبت الهام نايمه وجيت لك. بس معلش مضطر اروح لها، خصوصا انها لسه خارجه من المستشفى. عندك حق، لازم تروح لها. احنا على كده بقى مش هنسافر السفريه اللي اتفقنا عليها، مش كده؟ اعتقد هيبقى صعب يا حبيبتي، بس عادي يعني، ممكن ناخد يوز في اي اوتيل. مرسي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. ايوه فريد. ايه؟ طب وعرفت هما مين؟ اهدي اهدي، محدش ماشي ورانا، احنا كده كده بعدنا عن المنطقة خلاص. انا ما كنتش متخيل انها ممكن توصل للدرجات دي، احنا كنا هنموت يا ابني. الناس دي تعمل اوسخ من كده. الناس دي كانت بتموت العمال بتوعها ببطء.